مرحبا أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم الفيديو عبارة عن تجربة حلويات هندية. من هسه حابة أقول لكم تابعوا الفيديو للأخير، لأنه أكو جائزة راح تكون بنهاية الفيديو، فلا تفوتون الجائزة وشوفوا الفيديو للأخير. لا تنسوا قبل لا تشوفون الفيديو تسوون لايك على هذا الفيديو وتشتركون بقناتي إذا أنتم مشتركين حتى توصلكم فيديوهاتي أول بأول. ويلا خلينا نجرب الحلويات الهندية. هذا وهذا وهذا وهذا. نبدأ بأول نوع، سعره دولار ونص، فخلينا نشوف. ناري ناري، ريحته بهارات، حاطين بهارات هندية اللي موجودة بأكلهم يعني دائما. اوكي شوفوا هذا هو شكل الحبة، راح نشوف شنو طعمها. 1 2 3 حمص، حمص مكبوس، نفس طعم الحمص بس شوي حار بتوابل حارة. والله حار. شنو هذا؟ هذا الشيء الأول. الشيء الثاني موز حار، هم حار، مكتوب تشيلي يعني حار. ما أعرف بها أشياء ما تفتح. ناري ناري. وراح أفتحها. ريحته حارة تموت، والله الريحة تخوف، الريحة مالته بحدها تخوف. وهذا هو موز ومقلى يمكن ومحطوط له بهارات. هذا هو شكله، يلا خليني اكله. والله قلبي ما يطاوعني، وهذا حار بس ابرد من اللي ضقته قبل شوية، الحمص بس مو طيب، ريحتها مو حلوة. وهي هاي ريحة العرق مالتهم، استغفر الله، يعني من الهنود يعرقون عندهم ريحة عرق مميزة، فهي هاي ريحة العرق المميزة هي هاي موجودة هنا. فيعني ما حسيت نفسي كأني دخلت عرق بحلقي. والله ما أقصد الإساءة لأحد، بس هم بهاراتهم هاي ريحتها، يعني ما عجبني هذا طعمه. عندي الشيء الثالث اللي هو هذا بارلي جي، هذا بسكت كلش مشهور بالهند، أنا عاجبني أذوقه من زمان. هذا هو، وهاي هي البسكتاية، حالها حال أي بسكت عندنا يعني، بس إنه هذا هندي يعني مثل البسكت اللي عندنا، نفس الطعم. نجي للشيء الأخير، هذا السعر دولارين، هذا هم حار، هذا هم مكتوب عليه هوت، فهو هوت. أنا اليوم انذبحت من هاي المنتجات الحارة. يا الله، شوفوا مثل الشعرية هتشي. خلينا نجربه، وكالعادة الشبس مالهم ما ينفتح. ناري ناري. أنا في فوز. ريحته زيت. وهاي هي الشعرية، راح أراويكم إياها قبل لا أذوقها. هذا هو شكلها. لا مو حارة، لا حارة. حارة يعني واحد أول ما يأكلها للوهلة الأولى هي مو حارة، بس بعدين تضرب بالبلعوم حارة. مصنوع من الحمص، اي شيء مصنوع من الحمص طيب. هي اول شيء اكلته، بس هذا اطيب شيء يعني، ها اطيب من هذا. يمه حر يمه، يعني قصدي انه هذا اطيب من هذا. الحسين ما شفته، بس هذا حار كلش، هذا هم حار، اثنينهم حارين. حبيت اليوم اجرب وياكم حلويات هندية، توقعت ما راح تكون حارة، بس الحمد لله انه البسكت مالهم طلع مو حار، يعني انه عادي مثل بسكتنا العادي بالحليب. بالفيديو الماضي اعلنت عن مسابقة للمنتجات الكورية، وهاي هي المنتجات اللي اختاريتها، وهذا هو الفائز او الفائزة، ما اعرف هو بنية او ولد. الف مبروك الفائزة. هالمرة اكو جيف اواي، فائز راح يربح وياي تحدي الحلاوة المعفنة. كل اللي عليكم تسووا حتى تشتركون بهاي المسابقة انه تسوون اشتراك بقناتي وتضغطون على زر الاعجاب لهذا الفيديو، وبهيجي راح تكونون دخلتوا للمسابقه. علقوا تعليق، كتبوا بي اي شيء، وبعدين ايميلكم حتى اعرف اتواصل وياكم اذا فزتوا بالمسابقه. فهاي راح تكون من نصيب واحد من الفائزين ان شاء الله. بالحلقه الجايه راح اعلن عنها، فانتظروني بالحلقه الجايه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اذا عجبكم سووا له لايك واشتركوا بقناتي حتى توصلكم فيديوهاتي اول باول. واشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي، مع السلامه. غير تسريحتك يا هنود، غيري تسريحتك. حاولت اغير تسريحتي ما قطرت يا ربي، شو صويت هسا؟ فالمهم اني شو صويت؟ قشمرتكم جبت طوق. لا حبايبي انا ما قشمركم ابدا، بس بصراحة ما اعرف اسوي تسريحة، ما
ما أعرف أسوي تصريحات.